أصحابكم الله. في آخر أسئلتها تقول: كنا في رحلة في البر وحان وقت صلاة العشاء، فحددوا لنا القبلة، وبعد الصلاة قالوا إن مكان القبلة ليس ما صليتم إليه، ولكنه في مكان آخر غيره، فقمت وأعدت الصلاة مرة أخرى، ما حكم عملي هذا جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا في بر واجتهدوا وتحروا القبلة وصلوا ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد فراغ الصلاة، فصلاتهم صحيحة ولا يعيدون الصلاة، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاء في سبب نزول قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنها نزلت في قوم صلوا في السفر واجتهدوا في القبلة، ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم صلوا إلى غير جهة القبلة، فنزلت الآية في تصحيح صلاتهم، لأنهم فعلوا ما يستطيعون وقتها، وعليهم في المستقبل في بقية الصلوات أن يتجهوا إلى القبلة الصحيحة. أما إذا كانوا فرطوا من الأول ولم يجتهدوا ولم يسألوا ولم ينظروا في الأدلة وصلوا بدون اجتهاد ثم تبين أنهم مخطئون، فإنهم يعيدون الصلاة لأنهم مفرطون ولم يتحروا ولم يجتهدوا عند بداية الصلاة. نعم.